الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. سبحانك ربي سبحانك، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، ومن ذكره ذكره، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه. يقول الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كما تعلمون جميعا أن كلنا سنأتي يوم القيامة فرادى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل إنسان فينا سيأتي يوم القيامة وعليه أربعة شهود، كلهم شاهدوه وهو يفعل أي مخالفة أي جريمة. فمن هؤلاء الأربعة شهود؟ الشاهد الأول وهو الشاهد الأعظم، وهو الله عز وجل الذي قال في كتابه الكريم: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الذي قال في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن يوجد كاميرات مراقبة في كل مكان، في الشوارع، في البيوت، في المحلات التجارية، في المصالح الحكومية، في أي مكان تجد كاميرا مراقبة، حتى إذا قمت بفعل أي مخالفة تصورك وتفاجأ أنهم يقبضون عليك: لقد فعلت كذا وكذا. الله عز وجل وضع لكل إنسان فينا كاميرا مراقبة له وحده. أتدرون أين وضعها؟ داخل كل نفس وضع كاميرا مراقبة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل تستطيع أن تفلت من هذه الكاميرا؟ لا، إنه يعلم ما توسوس به نفسك. فأي إنسان عاقل يعلم أن الله يسمعه ويراه. أتختبئ وتعصي الله وهو معك؟ هذا هو الشاهد الأعظم الأول. الشاهد الثاني وهم الملائكة الكرام، الذي قال الله عنهم: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول سيكتب؟ حتى النفس. النفس نعم، فلا تقل لهما أف، هذا نفس يكتب عليك وتحاسب عليه، كبيرة من الكبائر، فما بالك بمن يؤذي والديه؟ الله أكبر، كيف تفعل ذلك؟ النفس سيكتب؟ طبعا الله عز وجل قال عنهم هؤلاء الملائكة: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنهم يرون من وراء الجدار، يرونك ماذا تفعل. لا تقول خلوت ليس معي أحد، لا، معك ملائكة يكتبون ما تفعل. الشاهد الثالث وهي الأرض التي عصيت الله عليها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال سيدنا عبد الله بن عباس: أخبار الأرض أن تحدث وتشهد عليك يوم القيامة بما فعلت. فالأرض أرض لك، والبحر أرض لك، والطائرة أرض لك، أي مكان وقفت عليه وعصيت الله سيشهد عليك هذا المكان يوم القيامة. الشاهد الرابع والأخير
وهو أخطر الشهود الأربعة. من هو؟ نفسك التي بين جنبيك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أتفر من نفسك؟ تستطيع أن تفر من نفسك وأنت تعصي؟ هذا أمر لا يمكن تخيله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله. إذن هؤلاء الشهود الأربعة شاهدوك وأنت تفعل الجريمة، فما العقوبة المنتظرة؟ العقوبة هي النار، نسأل الله السلامة والعافية. والله لا أريد أن أتكلم عن النار من هول هذه الفظاع الموجودة فيها، والله لم يخبرنا بها حتى نجتنبها ونفر منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته فسمعوا صوت وجبة، أي صوت شديد ارتطام. قال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر وقع من شفير جهنم وصل إلى قعرها الآن بعد 70 خريفة، 70 سنة، والحجر ينزل بسرعة شديدة، بسرعة شديدة. لو تخيلنا أن هذا الحجر خرج بنفس السرعة، سرعة شديدة إلى أعلى، كم يأخذ من السنين؟ 70 سنة أخرى. إذن 140 سنة، 70 نازل 70 طالع، في غمسة واحدة في جهنم. والذي سيمكث في جهنم هيأخذ غمسة؟ لا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. والحقب يعني من حوالي 80 إلى 100 عام. إذن هذه الحقبة الشديدة أحقابا، والسنة كألف سنة مما تعدون، أمر شديد، أمر خطير. وسأعرض عليك عرضا، لو عرض عليك أن تعصي الله عز وجل كما شئت، افعل ما شئت من المعاصي ولا تفعل أي شيء من الذي أمر الله به، مقابل شيء واحد، أن تمكث دقيقة في فرن من أفران الحديد المنصهر. تستطيع؟ لا. تقبل؟ لا. دقيقة كفيلة بإثابتي، سنخفف العرض قليلا، أن تمكث 10 ثواني، 1، 2، 10 ثواني في هذا الحديد المنصهر، مقابل أن تفعل ما تشاء ولا تتقيد بأمر، بأي أمر. هل تقبل؟ لا. طب مقابل ثانية واحدة تدخل إلى هذه الفرن وتخرج سريعا، تقول لي ثانية كفيلة بإذابة جلدي وعظمي ولحمي، فكيف أمكث فيها؟ ألا تقبل أن تمكث دقيقة أو ثانية في نار الدنيا وتستطيع أن نار جهنم؟ لا. إذن لابد هناك من حل. فما الحل حتى أنجو من هذه النار وأنجو من هؤلاء الشهود؟ الحل هو شيء واحد تجعلك تنجو من كل هذه الأهوال. ما هو؟ التوبة الصادقة من كل الذنوب السابقة، التوبة إلى الله عز وجل. وانظروا إلى رحمة الله عز وجل بنا، الذي فتح باب التوبة لمن كفر به. كفر به؟ نعم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، كفروا بالله وتابوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، هذا كلام الله. انظروا كيف فتح باب التوبة لمن أشرك به. أشرك به؟ نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية التي تليها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآية التي تليها، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ما أرحمك يا رب، ما أرحمك يا رب. انظروا كيف فتح باب التوبة للمنافقين. المنافقين، نعم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الله أكبر. انظروا كيف فتح باب التوبة لمن ارتكب أكبر الكبائر. أكبر الكبائر، نعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، فاحشة،
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تخيلوا الكبائر تتحول إلى حسنات، كيف ذلك؟ بالتوبة الصادقة. انظروا كيف فتح باب التوبة لمن أسرف على نفسه في المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. هذه هو الشرط، شرط قبول التوبة أن ترجع إلى ربك وترجع إلى مولاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سأذكر لكم الآن صور من صور التائبين، والحديث مشهور وكلكم تعرفونه. جاء رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، 99 نفس قتل، وذهب إلى عابد وقال له لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، اخرج. فقتل وأتم به 100 نفس. فذهب إلى عالم وقال له لقد قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك الأرض التي عصيت الله فيها واذهب إلى أرض كذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. وبالفعل خرج ميمما وجهه إلى الأرض التي سيطيع الله فيها، فقبضه الله عز وجل وقضاه ملك الموت، ملك الموت. فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول لقد تاب، ملائكة العذاب إنه قتل 100 نفس ولم يفعل خير قط. فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، قال قيسوا المسافة بين الأرض التي عصى الله فيها والأرض التي سيطيع الله فيها، أيهما أقرب؟ فهو لها. هو لم يتحرك. إذن المسافة هي أقرب إلى الأرض المعصية، إذن ممكن أن تأخذه ملائكة العذاب. فأوحى الله إلى الأرض أن تقلصي منها هنا وتمددي منها هنا، فهو القابض الباسط، ووجد المسافة هو أقرب إلى أرض الطاعة، وقبضته ملائكة الرحمة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمك يا رب، لم يفعل خيرا قط، قتل 100 نفس، ولكن الله عز وجل علم أنه ندم وأنه تاب. صورة أخرى من صور التوبة، كان هناك رجل في بني إسرائيل يسمى الكفل. هذا الكفل كان فاسدا، لم يفعل طاعة قط، بل كان شاربا للخمر، مرتكبا للفواحش، قاتلا، كل المساوئ موجودة فيه. وفي ليلة من ذات الليل، حتى بلغ عمره 60 عاما لم يفعل خيرا قط، فجاء في ليلة من الليالي وطرق بابه طارق، ففتح الباب إذا بها امرأة قالت أريد شيئا من المال، أنا محتاجة، عندي أيتام. قال لن أعطيك المال حتى تخلي بيني وبين نفسك. قالت أعوذ بالله، أنا لم أفعل ذلك. قال إذن لن أعطيك المال. فالمرأة تحت ضغط الحاجة وافقت ودخلت معه، فدخل ليتطيب ويفعل فعلاته الشعناء الشنعاء، فوجدها تردجف. ماذا بك يا امرأة؟ قالت إنني لم أفعل هذه المعصية قط. قال أنت تحتاجين إلى المال وترتجفين، وأنا الذي عصيت الله لا أرتجف، خذي المال وانصرفي. وأعطاها المال وانصرفت، ولم يعلم أحد بتوبته، فجلس يبكي ويذكر ذنوب 60 عاما من الذنوب، يبكي ويبكي ولم يقل إلا كلمة واحدة، غفرانك، كانت آخر كلمة في حياتي، وقبضته الملائكة ومات على هذه الكلمة غفرانك فقط. الله ينتظرها منه، الله ينتظر منه هذه الكلمة غفرانك، وغفر له في الحال وقبض في الحال. لكن الناس لم يعلموا بتوبته، الناس كلهم يعلمون هذا الكفل أنه فاسد وكذا وكذا ومجرم،
فكتب الله على بابه لقد تاب الله على الكفر، جعل له كرامة يراها الناس. فما إن استيقظ الناس وراوا على باب الكفر لقد تاب الله على الكفر، إذن نحن لو تبنا سيقبلنا الله. فتاب أهل القرية كلهم جميعا بتوبة الكفر. هذا هو الله، هذا هو الكريم، هذا هو العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام. ولكن أختم الخطبة بما هي شروط التوبة حتى يقبلنا الله عز وجل. خمس. فما هي هذه الشروط حتى يقبلنا الله عز وجل؟ أول شيء وأول شرط من شروط التوبة الإقلاع. إذا كنت يعني كل أدرى بمعصيته، إن كنت شاربا الخمر تنتهي فورا، إذا كنت قاطعا للرحم تنتهي فورا، إذا كنت عاقا لوالديك انتهي فورا، إذا كنت تأكل الحرام انتهي فورا، إذا كنت سيء الخلق انتهي فورا، إذا كنت مرائيا انتهي فورا. هذا هو الشرط الأول. أما تقول تبت إلى الله وأنت مصر على المعصية، هذه توبة غير مقبولة. مهما تبت ومهما قلت استغفر الله وأنت تفعل المعصية ومصر عليها، لا تقبل عند الله. كما قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن هو هذا الشرط الأول. وأذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تنصتوا معي جيدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبير السن وهو يقول: وذنوباه وذنوباه، يشتكي من كثر ذنوبه، يصرخ منها. فقال له النبي: تعال، مما تشتكي؟ ما شكواك؟ قال: ذنوبي يا رسول الله، ذنوبي كثيرة. قال: وماذا تشتهي؟ نفسك فيه ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي عفو ربي. فقال له النبي: قل: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي فاغفر لي. فقالها الرجل. فقال له النبي: قلها مرة ثانية: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي فاغفر لي. فقالها الرجل. فقال له النبي: قلها مرة ثالثة: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي فاغفر لي. فقالها الرجل. فابتسم النبي وتهلل وجهه وقال: قم فقد غفر الله لك. الله أكبر، غفر الله لك بهذا الدعاء وهذا الندم. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط التوبة، وهو الإقلاع عن المعصية. الشرط الثاني من شروط التوبة هو الندم. الندم في القلب تتأثر: كيف فعلت ذلك؟ رب اغفر لي، سامحني يا رب. الندم. وكان هناك في بني إسرائيل رجل يعصي الله عز وجل 40 عاما لا يعلم به أحد، يعصي الله في الخفاء. وكان في عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان معتاد إذا يعني المطر نقص يدعو الله عز وجل: اللهم أسقنا، ينزل المطر سريعا. وإذا استسقى موسى ينزل المطر سريعا. فحدث هذا الأمر والسماء لا تمطر. سيدنا موسى قال: يا رب أنزل عني الغيث، اسقنا يا رب، اسقنا يا رب. فلم ينزل المطر. هذا شيء غريب، أول مرة سيدنا موسى يدعو ولا ينزل المطر، شيء غريب. فقال: يا رب دعوناك فلم تستجب لنا، استسقيناك فلم تسقنا. قال: يا موسى، رجل فيكم يعصيني منذ 40 عاما وأنا أستره، وبسببه منعت القطر من السماء. بسبب هذا الرجل منعت القطر من السماء. قال: يا رب وماذا أفعل؟ قال: نادي فيه حتى يخرج ويتوب. قال: يا رب وكيف أنادي وبني إسرائيل كثر؟ قال: إن عليك إلا البلاغ. تكلم والله عز وجل سيسر: يا أيها الرجل العاصي، يا من بادرت الله بالمعاصي، اخرج من بيننا حتى ينزل الله علينا الغيث. فلم يخرج أحد، المعاصي يعرف نفسه وكلنا يعرف نفسه. فقالها ثانية لم يخرج أحد. الرجل يعرف أنه عاصي، يعرف أنه منذ 40 سنة يعصي الله عز وجل. وضع رأسه في كمه وقال: إذن أنا السبب في أن المطر لا ينزل، أنا الذي عصيت الله وأنا أعرف معصيتي. ووضع رأسه في كم يقال: يا رب ندمت على ما فعلت، دون أن يسمعه أحد، لم يسمعه أحد. يا رب ندمت على ما فعلت، لم أفعل ذلك يا رب.
فإذا بالسماء تتلبب بالغيوم وينزل الماء كأفواه القرب. سبحان الله، مطر شديد ولم يخرج أحد. فقال سيدنا موسى: يا رب لقد لم يخرج أحد وسقيتنا. قال: يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم من أجله. نفس الشخص الذي منعته السماء هو الذي جعلت السماء تمطر بسببه. قال: كيف يا رب؟ قال: لقد تاب يا موسى، لقد تاب بيني وبينه. قال: يا رب أخبرني به حتى يعني أراه. قال: يا موسى أستره 40 عاما عاصيا وأفضحه تائبا. بعد أن يتوب أفضحه؟ هذا لا يكون. إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط التوبة. الشرط الأول الإقلاع، والشرط الثاني الندم، الشرط الثالث العزيمة على عدم العودة إلى الذنب. أن تنوي هذا الأمر: يا رب لن أعصيك. وأنت تتوب لا تنوي على المعصية، إنما تتوب وأنت ناوي على المعصية، هذه توبة كاذبة غير مقبولة. الشرط الرابع والأخير وهو مهم جدا جدا، وهو أن ترد الحقوق إلى أهلها. تأخذ أموال الناس، تسرق أموال الناس، وتقول: تبت إلى الله، رجعت إلى الله، وأين أموال الناس؟ أرجعها إلى أصحاب الحقوق ثم توب إلى الله يقبل توبتك. أما تأخذ المال لنفسك وأصحاب الحقوق لم يأخذوها وتقول: تبت إلى الله، والله لو تبت 1000 عام، والله لو حججت 1000 حجة، والله لو قمت الليل كله وأنت آكل لحقوق الناس، لن تقبل التوبة. أوصي نفسي وإياكم: ردوا الحقوق إلى أهلها. من كان يأكل إرثا، من كان يأكل حراما، من كان يأكل حقوقا فليتوب إلى الله. يقول بعض الناس: لقد أكلت حقوق الناس ولا أعرف كم هي وليس معي أن أسد. فانوي أنك فعلا تفتي إلى الله، وإذا جاءك مال ستسدد الحقوق إلى أهلها، هنا يدفع الله عنك ويسد عنك. اللهم اغفر لنا كل ما مضى، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم ارزقنا توبة صادقة ترضى بها عنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأعيننا من الخيانة، وأبداننا من المعاصي، وأموالنا من الحرام، وأنفسنا من الغل والحقد والكبر على المسلمين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب أو مناقشة حساب، وهذا ظننا بك يا رب العالمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله من الخير يا كريم. اللهم اغفر لنا ولمن طلب من الدعاء. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. يا رب ثبت أقدامهم، يا رب سدد رميهم، يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم، يا رب ارفع عنهم البلاء والحصار والقصف يا رب العالمين، يا رب أمدهم بمدد من عندك. اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم أنزع عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اكسر شوكتهم وازل دولتهم واجعلهم عبرة لكل ظالم يا رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.